ضمن فعاليات المرحلة الأولى من برنامج رهان المستقبل في نسخته الثانية، انطلقت في معهد البحرين للتنمية السياسية ورشة عمل ديمقراطية الحوار وتقبل الرأي الآخر. الورشة تضمنت عددا من المحاور الرئيسية وشملت مفهوم الحوار الهادف، استراتيجيات الحوار والإنصات، تحليل الحوار، فن الحوار وأساليب التعامل مع مختلف المواقف، ومهارات التفاوض وقبول الآخر. كما تضمنت الورشة تدريبا عمليا من خلال إجراء حوارات متنوعة بين المشاركين، تم خلالها تطبيق أهم ما تناولته الورشة في المحاور النظرية. هذا ويهدف برنامج رهان المستقبل إلى إعداد كوادر شبابية متمكنة للوصول إلى قبة البرلمان في المستقبل، وتمكين وتثقيف المشاركين بالمسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك المعظم ودستور مملكة البحرين.